طبعا هدف الورشه هو رفع قدره وكفاءه الشركات العمانيه المتوجهه للتصدير. وفي الحقيقه هناك سلسله كثيره من البرامج التي المتخصصه التي تساعد الشركات العمانيه لفهم اعمق لمفاهيم واساسيات التصدير. المصنعين الحاليين ربما ينظروا إلى فقط عملية المنافسة والحصول على حصتهم في السوق المحلية، ولا تعتبر السوق العمانية طبعا صغيرة بمقارنة باللي هي 7 مليار حول العالم. احنا نتكلم عن 4.6 مليون تقريبا حجم خلينا نقول التعداد في سلطنة عمان، فما بالك انت طبعا بتكون عندك فرص كبيرة في عدة اسواق، سواء كانت في اسواق في المنطقة او حتى اسواق في سواء كان في اسيا، سواء كان في اوروبا، سواء كان في شرق افريقيا او حتى في شمال افريقيا. تعتبر هي مبادرة جيدة ورائدة في مجال التصدير على أساس أنها تشجع المصدرين العمانيين للبدء والشروع في عملية التصدير، والتي من شأنها أن تفتح أسواق للمنتج العماني. فمشاركة كريدة عمان كانت مشاركة لتوعية المصدرين بالخدمات التي تقدمها كريدة عمان، وكذلك الإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة لإنجاح عملية التصدير. كانت الحلقة اليوم عن الشحن والنقل للبضائع، بحيث انه كيف طرق الشحن الموجوده، تطرقنا لطرق الشحن المتعدده، وكذلك للانكو تيرمز اللي هي المصطلحات التجاريه العالميه اللي ممكن يستخدموها المصدرين والمستوردين علشان تحكم العلاقه بيناتهم. الورشة كانت ممتازة، عطتنا باع كبير عن إيش البلاتفورمز اللي إحنا نقدر نستخدمها، إيش المنصات الجديدة اللي هو بيع عن طريق الويب سايت اللي هو نقدر نستخدم اللي هو تكنولوجي، عن طريق التسويق إي باي، علي بابا دوت كوم، كيف إحنا نسوق منتجاتنا عالميا، كيف نطلع من باع إنه فقط محليا نطلع للعالمية، العالم يعرفوا عن المنتجات اللي عندنا والخدمات أيضا. اليوم صباح كان عندنا فرصة أن نقص قصتنا إحنا كشركة نجد وشركة لبان، ونتكلم عن شون إحنا قدرنا ندخل السوق العالمي وشنو هي الصعوبات اللي واجهناها. الحلقة كانت جدا مفيدة لأن تعرفنا فيها على المصطلحات الدولية للتجارة، أيضا تعرفت فيها على أفضل الطرق لنقل البضائع وإيش هي المستندات أو الإجراءات الضرورية للتصدير ونقل البضائع. التصدير ليست خطوة صعبة، كل الشركات كانت شركات متوسطة وصغيرة وبدأت التصدير. كل اللي مفروض أنت يكون عندك هو الشجاعة بأنك تجرب أول مرة مجال التصدير. وسوق التصدير كبير وضخم، ومش شرط أن أنت تبدأ من أبعد نقطة، ممكن تبدأ أيضا من أقرب نقطة.